علاقاته الرئيسية السياسية بين المملكة ومصر. وبعدها بسنة ضد الفريق عبد العزيز الزيارة وجه مصر عام 1936، وكان الأمير الثاني زيارة ضمن المملكة العربية السعودية إلى الجامعة العربية، واتفق الجميع على التزام الدولي المؤسسة للجامعة بالدفاع المشترك عن فلسطين. مصر مرت بكثير دون الأحداث السياسية، والمعتدلة كرحمها طلبت مصر بجلاء القوات البريطانية عن أراضيها، فكانت السعودية أول من وقف بهذه، وتم توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين عام 1955. كان الملك فيصل بن عبد العزيز دور كبير من أول من طالب الجلاء لغاية الوقوف جنب مصر أثناء معركة الوطن الفلاني عام 1955. وفرت المملكة لمصر المساعدة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وبعد العدوان الإسرائيلي على مصر في الحدود العام 1967، طالب الملك فيصل الزعماء العرب بجلب الدول الشقيقة المعتدى عليها، والزيارات بقيادات مصر المملكة لم تتوقف. وفي حرب أكتوبر 1973، مش هننسى أبدا دور السعودية تقديم بدائل مالية كثيرة، وخاضت معركة البترول الشهيرة دول المساندة لإسرائيل، واللي كان سبب رئيسي في إننا ننسى الحرب ونتذوق على العدو. زار الرئيس الراحل السادات السعودية قبل الحرب للتنسيق مع المملكة، وشارع زعماء المملكة رقص السيف. ولما جه الملك فيصل مصر عام 1974، قدم الشعب وزن جميل وقوم بإضحاب شعبي وسياسي مشهود. واصطحب الرئيس الراحل محمد أنور السادات للدولة إلى أطلال خط برلين اللي دمرت جيش مصر. وفي حرب الخليج وقف الجند المصري جنب الجند السعودي للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية. وفي الثورات اللي مرت على مصر كانت السعودية درع حامي، فمن ثورة 52 وحتى ثورتين 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، قدمت السعودية دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي، وكانت أول الدول اللي حضرت نشاط الجمعات الدولية وساندت اقتصاد مصر حتى التعدي. ومنذ تولي الرئيس السيسي دعم مصر عام 2014، حضر الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة ليقدم التهنئة ولتبدأ العلاقات الذاتية التي تتمتع باحترام متبادل حتى اليوم. ومنها وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسافة السكة مش مصر، مصر كلها هتقف جنب دول الخليج في أي أزمة تمر بيها. وفي مارس 2018 افتتح الرئيس السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكبر وأوسع أعمال قانونية في جامع الأزهر، اللي تمت بمنحة من خادم الحرمين الشريفين المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز الفقي، ورعاية ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. مدينة نيوم المشروع الواحد اللي بيمتد ما بين مصر والسعودية والأردن، حلم بلغت ميزانية تحقيقه 500 مليار دولار، ويعتبر جزء من خطة السعودية 2030 لتطوير المملكة في مجالات عديدة على رأسها طبعا السياحة. ومصر تتعاون مع شقيقتها في تنفيذ المشروع. وكانت زيارة الرئيس السيسي للملك سلمان لأول مرة في نيوم في أغسطس 2018 خير دليل على عمق العلاقات المشرقة بين البلدين.